بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني متساكني ولاية منوبة، محدثكم علي سلامة مرشح حزب المبادرة على دائرة منوبة اللي احتضنتني توا أكثر من 40 سنة، فتعلقت بها وحبيت أهاليها الطيبين وما شفت منهم إلا الخير. منوبة ولاية فتية، ولكن كان ممكن تكون خير وأحسن لو كانت نفذت فيها كل الوعود وتحققت فيها كل البرامج والمشاريع، حتى أهداف الثورة ما تحققتش. ولكن في المرحلة هذه أهم شيء هو حياة المواطن اليومية وخصوصا الزوالي، أمنه، قفته، عائلته، صحته، نظافة حومته ومستقبل صغيراته. وضع منوبة اليوم كيف كل مناطق تونس صعيب، الأمن مش مستقر، الأسعار شعلت فيها النار، البطالة زادت والدولاب واقف، وهذا علاش يلزمنا نقفوا لبلادنا، وكل بلاد ما تخدمها إلا ولادها. البرنامج اللي باش نقترحه عليكم يجب ننجحوا فيه، على خاطر ما ينقصنا حتى شيء في منوبة. عندنا موقع متميز بين تونس والشمال الغربي، عندنا ثروات فلاحية من أعز ما فما في البلاد، عندنا 10 مناطق صناعية، عندنا قطب جامعي في أكثر من 15 جامعة، وهم ثروة عندنا شباب مثقف متعلم متحمس يحب منوبة ويغير عليها. إذا شرفتوني بأصواتكم نوعدكم اللي باش نخدموا مع بعضنا على حاجات ملموسة ونتبعوها مع بعضنا. وأهالي منوبة، دواريش، وادي الليل، جديدة، تربة، البطان، برج العامري، المرنقية، يعرفوني كيف نقول نعمل. أولا باش نعجلوا بتنظيم الانتخابات البلدية باش المواطن مصالحه ما تعطلش وترجع النظافة وكيف ما كانت وخير في منوبة. اثنين باش نخدموا على تحسين الحياة في الريف وفي الأحياء المعزولة بربط الطرقات وتيسير نقل المواطنين وتوصيل ماء صالح للشراب والضوء وتعميم المسالك الفلاحية. ثالثا يجب نرجعوا العجلة الدور ونحيوا المناطق الحرفية والصناعية ونشجعوا الشباب على بعث المشاريع الصغيرة. رابعا منوبة عندها تراث قديم وغني يجب نحيوه وننميوه ونطوروه. خامسا يجب نعرفوا بالثروات والمنتوجات المتميزة متاع منوبة في الداخل والخارج، ونجيبوا مستثمرين توانسة وأجانب باش نحركوا جهتنا ونخدموا أولادنا. سادسا هذا كل ما ينجم يصير إلا برجوع الأمن والاستقرار. هذا هو برنامج قائمة المبادرة بمنوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.